الحاج ماهر اتفضل. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يوفقك في برنامجك العظيم ده. الله يعزك يا حاج ماهر. ذكر لي سؤالين بساط وبسرعة. اتفضل. ذكرت في حديثك الآن أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لأم خالد وعشان كده طال عمرها. فعاوز يعني تديني لمحة بسيطة كده، هل فعلا الدعاء وصلة الرحم بتطول العمر رغم ان هو بيكون مكتوب في بطن امه وهو جنين؟ هذا السؤال الاولاني. نعم. السؤال الثاني بزف اليك انت شخصيا يعني بشرى عظيمة ولكل المستمعين وعن تجربة. اقسم برب العزة انا اصلا مهندس، ولما ربنا كرمني وسافرت السعودية كنت فرحان جدا في شبابي، فكنت يوم الجمعة يا فضيلة الشيخ أصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام 1000 مرة، ممكن أجيبهم من بعد الفجر حتى الجمعة أو المهم لحد قبل المغرب، وكنتش لا أعرف إن اللي يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام يشاهده ويراه في المنام. طبعا. لكن لما قال لي جالي بقى، فكنت عاوز اقول لحضرتك تديني لمحه عن كان خلقه. سيدة عائشة تقول كان خلقه القران. اكلمك كمان على ازاي الناس لما تشوف حضره النبي تعمل ايه. هقول لحضرتك. ايوه بص بقى حضرتك، وما ان سلمت عليه فضيله الشيخ معايا. سامع حضرتك كويس ويعني كلام حضرتك زي العسل. وما ان سلمت عليه قال لي قل يا ايها المدثر. فعاوزك تقول لي فيها حاجات. هقول لحضرتك على طول دلوقتي. اول حاجه ان صله الارحام بتطول العمر طبعا، بس هي ام خالد ما كانتش حضره النبي دعا لها كده، دعا لها ان هي قبلي واخلقي يعني يطول عمرك، ده دعاء ما كانش ليه دعوه بصله الرحم قوي. لكن صله الرحم بتطول العمر. نعم. من اراد ان يبارك له في رزقي وينسأ له في أجلي فليصل رحمه. في حضرة النبي اللي قال لنا كده إن ده بيطور عمره مع حسن العمل كمان. كان العلماء حتى بيقولوا إيه؟ إن صلة الأرحام تطيل العمر مع حسن العمل، يعني يوفق صاحب صلة الرحم إن هو يوفق الخير ويبقى من أصحاب الأخلاق الحسنى. بعد كده حضرتك كمان سألتني لما الواحد يشوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له قل يا أيها المدثر، حضرة النبي يبقى كده بيبشره بشوية حاجات. بيبشره بإيه؟ بيبشره بلطف الله سبحانه وتعالى وستر الله سبحانه وتعالى وكرم الله سبحانه وتعالى. لأن الحال اللي خوط بيها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان حال ماذا؟ كان حال شرف وحال تكليف. لكن مع ده كمان بيبقى فيه معنى من معاني إن الواحد لازم يبقى ثابت ويبقى في حالة من حالات الوثوق من وصل الله سبحانه وتعالى وكرمه. هو ده المعنى اللي ممكن يكون في هذه الحالة.